البعض يسأل كيف نختار القلم؟ هذا القلم شوفوا اللي هو القمة من فوق، كيف هذا القمة من فوق لف عليه باللصق ثم انطع. تم تطعيم تقليم صنف الصديقة وتم تركيبه على شجرة زبدية. خذيت أقلام وأكبتها، والتوثيق طبعا مطلوب على أساس نعرف إن شاء الله قريبا نبث لكم خروج النموات الجديدة من هذا التطعيم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يا أخوان تم فك اللصق الشفاف هذا على التطعيم. هذا تطعيم طعمناه تقريبا شهر 4، هذا الطعم ما شاء الله مبارك وزيد على طول ما شاء الله فرع. هذا واحد، في بعضا فشل وفي بعضا نجح والحمد لله. أنا ما كيس صراحة، أنا بس ألفه باللصق بالتيب اللاصق هذا أو الشفاف والحمد لله أموره طيبة، يعني في عندي نسبة نجاح طيبة. اللي حبينا نقوله هذا الطريقة، وإن شاء الله راح أشيل الحين هذا صاير 4 أفرع، من يطلع البرج الثاني راح أقلم على أساس التفريع، راح أقلم على أساس التفريع.